الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله علي. ثم ما ذكرته يعني في الاعتراض علينا إن الجزء يستوي مع الكل ونوصل الجزء الموجود ووصل الكل الموجود فالوجود واحد في الاثنين كيف يستوي الجزء والكل؟ ما ذكرته منتقض بسائر المركبات افتكر 9 و10 والحائط والبيت بسائر المركبات التي علم تركيبها يقينا إذ نطرده يعني نجريه على الطراد في كله إذ نطرده بعينه مش نطرده يعني نبعده كما يقول المصريون إذ نطرده من الاضطراد يعني نطبقه على جميع الأشياء المركبة واضح؟ إذ نطرده بعينه في السكنجبين ما عرفش السكنجبين ولا أنا راجل أجزاجي بتاع صيدلة لكن أهو تركيب طبي يركبه الأجزاجي أو الصيدلي من عدة أشياء ويدهولك لما تكون عافاك الله عيان كفاية كده في السكنجبين ده عشان أنا ما كانش عندي وقت وأنا جاي من قطر بعد المغرب وقريت صفحتين ونمت لغاية صلاة الفجر فحتى قالوا لي ما تخرجش أصل كان واضح إن أنا يعني خلصان قمت أصلي الفجر مش عارف سكة الباب والله العظيم خيل إليه إن أنا في الأوضة ما رضيش أقول لمراتي والله خيل إليه إن أنا في الفندق اللي هنا وإني ضبط المية في داخل الأوضة نفسها أدور مش قادر أوصل ما تخرجش لا لا فشوف يا سيدي ثم ما ذكرته يعني في الاعتراض علينا بتساوي الجزء والكل هو في سائر المركبات التي علم تركيبها يقينا إذ تعالى نطبق على كل الأشياء نطرده بعينه في السكنجبي في أي مركب من العناصر صح؟ مثلا فنقول إن كانت أجزاؤه سكنجبينات يبقى صحيح يستوي للجزء والكل لكن ده صحيح كل عنصر من عناصر المركبة للدواء تبقى هي الدواء ده ما ينفعش إلا إذا اتلم على بعض وحصل بينها مما يعلمه الله مما يجعله دواء إنما هي قبل كده معدومات من حيث هي سكنجبين وبرضو السكنجبين لسه معدوم لأنه ما متكونش منه فنقول إن كانت أجزاؤه سكنجبينات ساوى الجزء الكل في المهية لكن ده صحيح وإن لم تكن سكنجبينات فإن حصل عند الاجتماع أمر زائد عليها وهو فعلا كده مسبب عن اجتماعها عارض لها وما كانش وجاء بعد التركيب عارض لها هو ده اللي اسمه سكنجبين حقيقة لها هو السكنجبين الحقيقي يعني كان التركيب في علل السكنجبين ومعروضاته مش فيه هو مش كده كان السكنجبين كان التركيب في علل السكنجبين ومعروضاته لا فيه طيب وإن لم يحصل كان السكنجبين
محض ما ليس بسكن جبين صحيح، زي ما قلت لنا قبل كده. واضح يا سادة؟ والحقيقة إن السكن جبين محض ما ليس بسكن جبين، إن المية محض ما ليس بمية لكنه أكسجين وهيدروجين، مش عارف واحدة من هنا واثنين من هنا، يد ما عرفش إيه. لكن قبل كده ما كانش فيه مية، كانت المية معدومة، وكانت الأجزاء معدومة من حيث هي مكونة للمياه، هي موجودة صح. فهتقول لي بقى ده كل المركبات كده، مش عاجبك السكن جبين؟ العشرة. مش عاجب العشرة البيت، كل حيطة بيت؟ لا، ماشي، كل مركبات كذلك. قوله في الاستدلال ثانيا، قول صدي، ما هو لك انا ليا اختار اللي يعجبني، مش انت رددت الامر بين احتمالات، اديني قلت لك ها. طب هاخد ان هو مركب واوري لك ازاي برضه، ما فيش اللي ادعيته او التناقض. هي خلاصة الموضوع زي ما الاخذ، انه مركب من معدومات لا من عدمات. لما تقول ان الشيء مركب من عدم، الوجود مركب من عدم، اه يبقى شيء مركب من نقيض. لكن لما تقول انه مركب من معدومات، يعني اشكت معدومة بوجه ما، ثم لما دخلت في التركيب نالت وجودا جديدا ويتناقض في ذلك. كل الاشياء كذلك، كل المركبات هكذا، فهو مركب بس مش من عدمات. هنا بيقول لك طيب انا هاخد سكه ثانيه في المناقشه، في المناقشه للاستدلال على نفس التركيب، يعني نفس القضيه الاصليه، بساطه الوجود، ماشي، على نفس تركيب الوجود. ايه هو؟ الاجزاء تتصف بالوجود او العدم. مش انت رددت لي بين الاحتمالات دي؟ قلنا نعم، كسائر المركبات المعلومه التركيب، إذ أجزاؤها لا تخلو عنها أو عن نقيضها، فيكون الدليل منقوضا بها. إذ نقول مثلا أجزاء الدار، إما دار أو ليست بدار، كما ضربت المثل بالحيطة، في الواقع هي ليست بدار. فعلى الأول إن قلت يعني إنها دار، يكون الكل صفة للجزء، يعني يجي الاعتراض اللي أنت جبته يصدق. لكن هل هو كذلك؟ كل حائط يعني بيت، انا اجي جنب حيطه كده سور ونام واجيب عيالي واطفالي ويحميني هذا من عيون المارة ومن الشمس والبرد، حد يقول كده؟ اذا هو ليس ببيت، كان البيت معدوما والحائط نفسه معدوم من حيث هو مكون لبيت. قلنا كسائر المركبات المعلومة التركيب، إذ أجزاؤها لا تخلو عنها أو عن نقيضها، فيكون الدليل منقوضا بها. إزاي؟ مثلا أجزاء الدار، إما دار أو ليست بدار، فعلى الأول يعني قلت إن الأجزاء دي دار، يكون نعم كما زعمت الكل صفة للجزء، وعلى الثاني يلزم اجتماع النقيضين. لا، أنا هقول لك لا، الكلام ده ما يمشيش. مش دي التركيبة اللي انت عملتها في الاعتراض علي؟ واضح ان صفة الجزء ستكون هي صفة الكل، ان قبلت انه مركب، او ان قلت بانه هو مركب من معدومات، هو مركب لكن من عدمات، يعني يبقى الشيء مركب من نقيضه، يجتمع في الشيء الواحد النقيضان، انت بتقول انهم لا يثبتان معا ولا يرتفعان معا، وهذا معنى كونهما نقيضين، يبقى يلزم على ذلك انقلاب الحقائق، وعند انقلاب الحقائق لا يصلح شيء، لا في العقل ولا في الوجود ولا في الكون ولا مجال للتناقش اصلا. واضح؟ لان التوحيد يبقى هو الشرك، والشرك توحيد، والوجود هو العدم، والعدم وكده لا مجال للمناقشه في شيء.
يبقى إذن باطل للانقلاب لتأديته إلى انقلاب الحقائق. يلزم اجتماع النقيضين والحق، يعني الكلام التركيبة اللي انت عملتها دي مش مظبوطة ازاي؟ هقول لك. والحق عند الحكماء اتصاف الوجود ونقيضه اللي هو العدم بالعدم، وأنه أي الوجود بل العدم أيضا من المعقولات الثانية. كلمة وجود وعدم دي، هو في حاجة في الطبيعة بره كده اسمها وجود؟ دي مفهومات ذهنية، هذه مفهومات ذهنية أي معقولات ثانية في الشيء نفسه، وبعدين أتأمله وأشوف أوصافه. فإذا هي من نوع تاني، مش موجودة بذاتها، زي كلمة إنسانية مش موجودة بكل الكليات، هي من قبيل الموجودات الثانية أو المعقولات الثانية، أي تلك التي يتأملها العقل في المرحلة الثانية بعد إدراك الموجود في الخارج. إنما الصفات والمعاني الكلية زي جنس وفصل وعرض ونوع وخاصة ومش عارف إيه وعرض عام، كل أولئك مفهومات. المقولات كلها هي عبارة عن معان ذهنية أي معقولات ثواني. هذا كله من قبيل المعقولات الثانية أي التي لا وجود لها في الخارج، وما لا وجود له فهو معدوم مش عدم، بفر لأنه هيجي وقت يتوجد. لو كان عدما أصيلا فهو المستحيل الذي لا يقبل الوجود قط، لكن ما دام يوجد ويعدم يبقى هو يوصف بأنه موجود أو معدوم. ما تقوليش هو عدم، واضح يا سادة؟ فار. وإذن إذا تركب الموجود من معدومات صح، ما احنا شفنا إن العشرة اتركبت من حاجات مش زيها، وإن البيت اتركب من أشياء ليست هي بيوتات و و و و و فأن يتركب الشيء من معدومات ماشي، إنما أن يتركب الوجود من عدم هو ذا التناقض، لأنه تناقض في حقيقة الشيء نفسه. فرق بين، شوف يا سيدي، فبيقول الحكماء كلهم على كده، مش بس ليه؟ لأن هذه الأوصاف كلها من المدركات الثواني، يعني من الكليات التي لا وجود لها في الخارج، وإنما وجودها ذهني، هذه الثواني. يعني إذا حبيت تقرأ كلام الشيخ سيلكوتي هنا فهو كلام جليل ونفيس، بس يحتاج وقت. إذا كنت عايزين أرجع له في جلسة تانية، أنا قرأت واستفدت منه. بل العدم أيضا من المعقولات الثانية، الوجود والعدم وكل الكليات التي لا وجود لها في الخارج، وما لا وجود له فهو معدوم إذ لا واسطة. كل الأمور يتكون موجودة يتكون معدوم، لأن مذهبنا ما فيش واسطة. لو أنني من أهل الواسطة يبقى لي جواب تاني ومناقشة معاك، وهتيجي في الصفحة اللي جاية، لكن أنا الآن مع القائلين بالتقابل بين الوجود والعدم، وأنهما متناقضان، لكن لا تناقض بين الموجود والمعدوم، لأن الشيء الواحد يوصف في فترة بأنه موجود وبعد قليل إنه معدوم، وبعد شوية يبقى موجود أو العكس، موجود ويموت ويهلك خلاص انتهى إلى العدم. فإذن لا تقابل أو لا تناقض بين معدوم وموجود، إنما التقابل أو التناقض صحيح بين الوجود والعدم. وإحنا عندنا الوجود مش مركب من عدمات وإنما من معدومات، واضح الفرق بقى؟ يعني أشياء كانت معدومة قبل ما يتركب الكل، سكن جبيل والعشرة والبيت، واضح يا شيخ؟ من المعقولات الثانية التي لا وجود لها في الخارج، وما لا وجود له فهو معدوم إذ لا واسطة عندهم، يعني عند الحكماء، جمهور الحكماء والمتكلمين وكل العقلاء القائلين بالواسطة عدد محدود.
عندهم بين الموجود والمعدوم، فالموجود عندهم معدوم وليس يلزم يعني قبل دخوله في الكل، وليس يلزم من هذا يعني من كونه معدوما اجتماع النقيضين، لا في معروض الوجود فإنه موجود فقط، معروض الوجود اللي هي الأجزاء المركبة السكن جبين أو البيت، لا في معروض الوجود ليس هناك تناقض، هو موجود لكن مش ما كانش موجود كبيت، فإنه موجود فقط أي في الخارج، لأن ما تنساش الكل موجود في الذهن البيتوتة دي، لكن الحيطة ما كانت موجودة من حيث هي بيت كانت معدوم، والبيت كان لسه معدوم، فالبيت لما تركب تركب من معدومات مش من عدمات، ما كانت موجودة في الخارج في الوجود الأصلي وليس الظلي، خد بالك اللي جاء المناقشة يعني واضحة، فإنه موجود، أنا كتبت عليها بقى علامة وهو أي في الخارج اللي هو الوجود الأصلي وليس الظلي اللي هي الثواني، ولا في الوجود نفسه، يعني لا تناقض في معروض الوجود ولا تناقض في الوجود نفسه، لا تناقض في الوجود نفسه لأنه ليس مكونا من عدمات بل من معدومات، ولا تناقض في أجزائه الخارجية لأن هي موجودة فقط لكن من حيث الوجود الخارجي، ولا في الوجود نفسه لأنه معدوم فقط. إذ الكل قبل البيت ما يتركب كان معدوم تماما خارجا وذهنا، وأجزاء موجودة فقط خارجا لا ذهنا، صح؟ فكيف تقول بالتناقض أو اجتماعهما؟ لم يجتمع المتناقضان في شيء واحد، هذا شيء وذاك شيء، أعيد ولا واضح؟ ولا لا تناقض ولا اجتماع للنقيضين لا في معروضات الوجود أي أجزائه إذ هي موجودة وجودا خارجية، ولا في الوجود نفسه لأنه إنما هو وجود من الوجودات الثواني أو وجود ذهني، لأنه معدوم فقط، يعني برضو باعتبار الخارج فقط، خد بالك معدوم فقط أي بالمعنى الخارجي نفس المعنى بتاع المعروضات، هي موجودة فقط وهو معدوم فقط. نعم يلزم كل ما يترتب على هذا هو اللي يبدو لك يعني عقدة وهو ليس بعقدة، إنما يلزم اتصاف أحد النقيضين بالآخر بطريق الاشتقاق، ما بتقولش بقى إنه عدم الوجود عدم، نعم هو ذا التناقض، ولكن بتقول الوجود معدوم، نعم الوجود من حيث هو كل من حيث هو معنى ذهني كان معدوما رغم وجود أجزائه وجودا خارجي، صح ولا أنتم مش معانا؟ كالعشرة الاثنين لابد من ثلاثة وثمانية وتسعة، لكن هل هي عشرة؟ لا، فإذا من حيث هي مكونة للعشرة هي معدومة، لكن هل هي معدومة؟ دي موجودة وجود خارج معدومة من حيث هي مكونة للعشرة، والعشرة معدومة قبل ما يجي الواحد اللي بعد التسعة، كلها وحدات، فهل الوحدات عشر أو كل واحد من عشرة؟ لا، لا تناقض في ذلك. نعم يلزم كل ما يلزم هو اتصاف أحد النقيضين بالآخر، لكن على سبيل الاشتقاق، الوجود معدوم، نعم الوجود بتاع السكن جبين كان معدوم رغم وجود العناصر في الأجزخان، والبيت كان موجود معدوم رغم وجود بعض أجزائه الحيطان ولو ثلاث حيطان أو الأربعة وليس هناك سقف، الوجود معدوم، فوصف الشيء بنقيضه على سبيل الاشتقاق يعني مش على سبيل اللي بيسموه حمل المواطأة، إنك تقول
الوجود عدم. أيوة موطا يعني الخبر هو نفس المبتدا والمبتدا لا فرق بينهم، انما كل الناس سمعوا ابو النجم وهو بيقول ايه انا ابو النجم، فاكرين قلنا هناك في الاول وشعري شعري، واضح فاكر الابيات ده ايه، انا تنام عيني وفؤادي يسري. شوف الفنان العربي فاهم الفن كويس، تنام عيني وفؤادي يسري انا ابو النجم وشعري شعري، هو اللي انتوا عارفينه ادي. فهل هذا الكلام لا معنى له وهو متناقض او تكرار؟ لا نعم، يلزم اتصاف احد النقيضين بالاخر بطريق الاشتقاق وليس بمحال. ايه المال؟ انما المحال ان يتصف احدهما بالاخر، فتقول الوجود عدم حمل المواطاه خطا وباطل لما يترتب عليه من رفع الحقائق او اطلان كل شيء في العالم. وليس بمحال، انما المحال ان يتصف احدهما بالاخر مواطاه. عرفت بقى حمل المواطاه وحمل الاشتقاق؟ حمل المواطاه الوجود عدم، حمل الاشتقاق الوجود معدوم، صح؟ مره ومره موجود والجزء معدوم وهو مره موجود. عايز اسمع حمل الاشتقاق مش حمل الجزء؟ بتعمل ايه شغاله؟ ايه حمل الاشتقاق؟ لا، الوجود معدوم، هذه حمل الاشتقاق، لان عدم ده مش الاشتقاق، اصله الاشتقاق هو المصدر، مش كده؟ انما المشتقات تؤخذ منه، كده ولا لا؟ حمل الاشتقاق انك تحمل المشتق، يعني الوصف على موصوفه، انما اذا حملت المصدر فليس حمل اشتقاق، والمصدر مشتق؟ لا، بل هو اصل الاشتقاق، اليس كذلك؟ دعك من يقول ان الفعل الماضي هو اصل الاشتقاق، فيه راي، لكن المشهور عندهم ان المصدر اصل الاشتقاق. بس يا سيدي بطريق الاشتقاق لا بطريق المواطاه، واضح؟ يعني مش الوجود عادم او الوجود معدوم، والثاني لا اشكال فيه. الاول نعم باطل، ليه؟ لانه فيه انقلاب حقائق واجتماع نقيضين في شيء واحد. كان يقال مثلا الوجود عادم، ادي حمل المواطاه وهذا هو التناقض. خذوا بالكم المسائل مش يعني مش صعبه، قابله للفهم. فقولك الوجود عدم باطل، ليه؟ لأنه تناقض، لأنه يؤدي إلى تساوي كل شيء، الواحد مع شريكه جل الله عن ذلك، فالشريك الباري زي الباري اللي يقول كذا يبقى خلاص لا مجال لمناقشته. وده معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني يفسد أمر السماء والأرض، لأنه إذا كان الذهن ده فسد خلاص يبقى الحياة تفسد، فهو فساد في الاثنين أو فساد في الكون ناشعا، واضح؟ كان يقال مثلا الوجود عدم، فحل الشبهة، فحل الوجود عدم أنا عامل عليها علامة زي كلمة إنه موجود فقط وقايل على الهامش وهو يختلف عن الوجود معدوم، دوك مواطاة ده حمل الاشتقاق. فحل الشبهة على قاعدتهم، هو بيتكلم عند الحكماء، أن يقال أجزاء الوجود متصفة بالعدم، متصفة بالعدم يعني هي إيه؟ معدومة، ما يجيش وصف أهلا إلا بالاشتقاق، خد بالك أهو،
ولكن مش عارف ايه الوصف بالمشتق يؤذن بعلية ما هو أصله للاشتقاق، فهمني؟ فمعنى وصف يعني مشتق، ومشتق يعني وصف. فحل الشبهة على قاعدتين، أن يقال أجزاء الوجود متصفة بالعدم، وده صحيح. الواحد مش عشرة، ليس الواحد عشرة ولا الخمس عشرة ولا التسعة، ما إن لابد منه لتكوين العشرة. أن يقال أجزاء الوجود متصفة بالعدم ويحصل من اجتماعها الوجود، هو كده فعل، هي متصفة بالعدم من حيث هي، وإن كانت موجودة عين عينك في الخارج. ويحصل من اجتماعها الوجود، يعني الوجود الذي هو كل، والذي هو من قبيل الثواني، المعقولات الثواني. ويحصل من اجتماعها الوجود، كما أن أجزاء الدار متصفة بأنها ليست دارا، ويحصل من اجتماعها الدار. ماشي؟ أظن من يقول إن حيطة واحدة تبقى بيت، لكن لابد منها للبيتوت. كما أن أجزاء الدار متصفة بأنها ليست دارا، ويحصل من اجتماعها الدار. غاية ما في الباب أن جزء الوجود إذا كان معدوما كان الوجود أيضا معدوم. يعني فرض ما لم يتكامل عندنا العشر وحدات، ناقصين اثنين ولا ثلاثة، ما فيش عشرة. فغياب بعض الأجزاء أو بعبارة أخرى انعدام بعض الأجزاء يؤدي إلى انعدام الكل، صحيح؟ هذه كل ما يترتب عليه. غاية ما في الباب، يعني أقصى ما يمكن أن يتعب ذهنك شوية، إن جزء الوجود إذا كان معدوما كان الوجود أيضا معدوم. الوجود اللي هو إيه؟ اللي هو مجموع الأجزاء، وإلا فالوجود موجود في أجزاء ثانية، في أشياء أخرى كثيرة، لكن الكل بتاعك ده اللي هو سكن جبين ولا بيت ولا عشرة، أيبا مش موجود ما دام أجزاء لم تتوافر. إذا كان معدوما كان الوجود أيضا معدوما، وقد عرفت أنه لا استحالة فيه، لأن الوجود يوصف بالمعدومية أحيانا وبالوجود أحيانا. قبل التركيب ما فيش دواء، مع أن عناصره موجودة في الادخال، لكن بعد التركيب وجد. إذن يوصف بالمعدومية وبالوجود الموجودية، صح ولا تناقض فيه، أنه لا استحالة فيه. والحق كل ده مبني عليه على مذهب الشيخ اللي فات. والحق عند الشيخ الأشعري اتصافه، أي اتصاف الوجود بالوجود، لأنه نفس حقيقته، نفس الحقيقة، وأنها موجودة. فحل الشبهة عنده أن أجزاء الوجود موجودة، وليس يلزم منه، يعني مش عدمات بها، هختار أنها موجودة، موجودات كل واحدة على حدة، والوجودات متخالفة ولا شركة بين إلا في اللفظ، مش هيلزم على هذا الشيء. فحل الشبهة عنده أن أجزاء الوجود موجودة، إذن لا في جزء ولا كل أصلا، علشان تقول لي استواء الجزء بالكل. والحق عند الشيخ، يعني أبو الحسن الأشعري، اتصافه، أي اتصاف الوجود بالوجود، لأنه نفس الحقيقة وأنها موجودة. فحل الشبهة عنده أن أجزاء الوجود موجودة، وليس يلزم منه كون الكل صفة للجزء. ليه؟ لأن وجود كل شيء عنده عين حقيقته، لا تشارك بالمرة. وليس المراد بالصفة ما يكون خارجا عن الشيء قائما به، بل ما يحمل عليه، سواء كان عين حقيقته أو داخلا فيها. كل دي أوصاف، تقول الوجود موجود، مو نفس، أنت لم تأتي بجديد، لكن ماشي، موجود أحيانا ومعدوم أحيانا. الوجود أي الوجود الخاص، وجود شيء معين. فبيقول ليس الوصف معناها أنه حاجة خارجية تقوم بالشيء، نعم هذا من قبيل الأوصاف، أو عين حقيقة الشيء،
وداخل فيها وليس خارجا عنها. وقد عرفت أن ذكر مذهب الشيخ لا يناسب هذا المقام، لأن الوجود إذا كان عين الحقيقة فمن الحقائق مركبات ومنها بسائط. فاكر لما قلنا هناك الأليق بالمذهب ده إنك تقول بعض الأشياء بديهية وبعض الأشياء كسبية، فاكر؟ فإذن ما هوش حاسم في الرد على الرجل اللي معانا، لأن اللي معانا بيقول كل الأشياء يعني غير بديهية ولكنها كسبية وتنال بالحد الذي يعطي الكون والحقيقة. يبقى مذهب الشيخ هنا مش معانا، مش هو اللي هيرد على الفكرتين دول، حيث إنه يمكن عنده أن تكون الأشياء المتخالفة هذه والمتمتعة كل منها بحقيقتها الخاصة، بعضها بديهي وبعضها كسبي. ودعوى الرجل هنا إيه؟ إن كله كسبي وكله ينال بالحد. أنتم معنا؟ هذا معنى قوله إن كلام الشيخ أو إيراد مذهب الشيخ هنا هو لاستكمال المذاهب، إنما ما هوش حاسم في الرد على دعوى المقام. لا يناسب هذا المقام اللي هو إيه المقام؟ دعوى الخصم أمران هما، الوجود مركب والوجود غير بسيط كما بدأت في البداية، وأنه ينال بالحد الكاشف عن حقيقته، هكذا زعب مش كده؟ يبقى كلام الشيخ ما يمشي كده ويمشي كده مش حاسب. صحيح إنه ينجينا من القضية الأولى وهي تساوي الجزء مع الكل، واضح؟ لكنه لا يرد على مسألة البداهة والكسبية، حيث يبقى إن بعض الحقائق قد يكون بديهيا وبعضها كسبيا، منها مركب، فمن الحقائق مركبات ومنها بسائط، وكذلك الحال في الوجودات، ومنها المركبات بسائط ما هو بديهي ومنها ما ليس بديهي. إنما صحيح مذهب متميز، وقد رأينا أنه أوفق بطبيعة العلم المعاصر في الحقيقة. وقد يقال يعني في هنا مبتدا مش عارف ان كتبنا قبل كده بس كلمة مش مناسبة، يعني ربما يلجأ الإنسان في حل هذه الشبهة إلى شيء آخر. وقد يقال أنا كتبت لنفسي قبل كده الحال في حل الشبهة، ما كلمة مش عجبان، أو وقد يقال المختار مثلا في حل الشبهة، ينفع مثلا يعني محاولة ماشي، لأن كلها مناقشات. فأديك عرفت الأولين والأولين خالص، ثم كلام الشيخ أبو الحسن، ثم وده شيء ثالث بقى. وقد يقال في حل هذه الشبهة اللي هي استواء الجزء بالكل ومش عارف ايه والكلام اللي فات ده كله، لا تتصف أجزاء الوجود، وأنا كاتب على الهامش هنا قصاد كلمة أجزاء الوجود عنوان حل أصحاب الحال. الحال ده هو على أساس مذهب القائلين بالحال، أي أمر لا يوصف لا بالوجود ولا بالعدم. أما اللي هو لا موجود ولا معدوم بس له ثبوت، يعني يميزون بين معنى الثبوت ومعنى الوجود. عند جمهور أهل السنة الثبوت والوجود والتحقق والحصول بمعنى واحد، لكن أصحاب هذا المذهب عندهم الثبوت شيء والتحقق الخارجي أو إن شئت الوجود شيء آخر. فإذا الشيء ثابت في العدم، دي مش رأي كلهم لكن دي عبارة الشيخ الأكبر، الأشياء ثابتة في العدم لكن
كلهم يقولون بأن الشيء قد يكون ثابتا وليس موجودا. يعني إيه؟ زي محلها الأمدي وقال يعني موجود في الذهن. هذا لدى القائلين بالوجود الذهني. وتعلمون أن سائر المتكلمين القدامى قبل الغزالي كانوا يقولون بأن الوجود كله خارجي، لا معنى للوجود إلا الوجود الخارجي، حتى الروح والعقل هي ذرات لطيفة، أما غيرها فكثيف. لكن إن في شيء كده موجود عقلي، موجود روحاني، موجود مجرد كما عبروا المجردات. القول بوجود المجردات من معالم علم الكلام الحديث، أي ما بعد الغزالي وحتى الآن. لكن كل العلماء قبل ذلك، وقرا ابن القيم وده يعني لا أشعري ولا حد، وكتاب الروح تلاقي أنه بيفسر على أن ذرات لطيفة موجودة وجودا حقيقيا خارجيا، وليس هناك شيء اسمه مجردات، يعني موجودات لا ليس لها وجود خارجي، لأنهم لم يكونوا يعترفون بالوجود الذهني أصلا. إنما القول بوجود في الأذهان، بأسف بوجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود على اللسان، ووجود على البنان، يعني الكتابة، ده كلام جديد لم يكن لدى متقدمي المتكلمين، وده كلام لازم نكون عارفينه. فالحل الجديد ده على أنا كاتب على الهامش حل أصحاب الحال، فأنا يمكن كتبت كلمة الحال دي يعني معناها أنه ده المذهب، يعني مذهب قائلين بحال، إنما قد يقال المختار في حل هذه الشبهة على مذهب أصحاب الحال: لا تتصف أجزاء الوجود لا بهذا ولا بذاك، لا هي بالموجودة ولا هي بالمعدومة، أمر بين بين، إذ هي ثابتة ليست نفيا محضا ولا وجودا كاملا. لا تتصف أجزاء الوجود لا بهذا ولا بذاك، أي لا بالوجود ولا بالعدم، وهو تصريح بإثبات الواسطة. واسطة دي الحال، يعني هذا على مذهب القائلين بالحال. واضح يا شيخ الصين؟ وهو تصريح بإثبات الواسطة بين الموجود والمعدوم، فلا يصح إلا على مذهب مثبتي الأحوال. وهو كلمة مثبتي دي أنا حطيت علامة وكتبت على الهامش: والثبوت عندهم لا يرادف الوجود، إذ هي ثابتة قبل الوجود أو في العدم كما عبر بعضهم. بعضهم ده أقصد الشيخ الأكبر، هو لا أشياء ثابتة في العدم، والمعتزلة قبله، لكن هو ادالها معنى آخر، ده اللي تبحث عنه. ما هو بياخد شغل التانيين لكن بيضمخه بطريقة وبيصبغه صبغة جديدة في الفتوحات. يعني سمعت واحد بيحكي كلام ابن تيمية: كنا نقرأ في كتاب الفتوحات فنعجب لهذا الرجل، كيف اجتمعت له هذه العلوم كلها؟ يعني في شيء عجيب فعلا، واللي بيتعجب هنا مين؟ ابن تيمية. فلما قرأت الفصوص علمت أن الرجل، علمت عوار الرجل، يعني عرفت أنه فالص أو كافر البعيد، عوار الرجل. يعني ما صرحش بالتكفير برضه، لكن خذ تكفير من أنصاري أو أتباعي ما تشاء، شايفين تنبيه الغبي مش كده؟ ألا تكفير ابن عربي؟ ده مين، بقاعي ولا مين؟ ولا رجلي؟ في اثنين بقاعي، واحد يمني. إيه اسمه؟ إيه العنوان؟ تنبيه الغبي. هو ده الشيخ بتاعك؟ اسمه إيه؟ الأهبل. الأهبل
الأهدل لغاية دلوقتي الأسرة دي سلسلة منها. قاضي الأهدل ده كان بيطلع مجلة في اليمن، ما أعرفش بقى اليوم دي، وأظن البقاعي له حاجة في هذا في تكفير ابن عرب يعني، وتكفيره كلمة جارية على الألسنة. الرجل ده يعني قضى الله بذلك، واحد يطلع فيه قوي واحد السخاوي برضه يا مولانا تلميذ الأهدل السخاوي. السخاوي؟ القول المنبي. السخاوي بتاعنا مصري؟ نعم. القول المنبي عن كفر العرب. على كل حاكي الكفر ليس بكافر، نحن لا نكفر ولا نبدع، إنما نخطئ نقول غلطان، بس هم ساعات يكفروا من لم يكفر، فإحنا بقى على خطر شديد. شوف يا سيدي، يعني هو ربنا أمرنا في أصل الدين بأننا نعتقد كفر ابن عربي أو أنه ليس بكافر؟ يحكى عن ابن تيمية والذهبي التوقف. التوقف إمام الذهبي وابن تيمية كلامه كده يشعر بهذا. كنا نقرأ فنعجب، ولما قرأت الفصوص علمت عوار الرجل، ما قالش حتى كافر ولا مش كافر، ما قالش عن ده، فهو أشبه بذلك، هو به أشبه، زي موقفه من التصوف، ما هو بيقول صوفية الحقائق وصوفية الرسوم، وبيقول إنه إذا كان في واحد أوقف على الصوفية ياخذوا إن كانوا من أهل الحقائق فلهم من يأخذوا من الوقف الشرعي، لكن أتباعه مختلفون، وده واضح في رسالة الفقراء دي التي طبعوها وعلقوا عليها بأن الرجل شيخ الإسلام مش فاهم، سامحه الله فقد كان حسن الظن. طب هو حسن الظن بالمسلمين وعش؟ سوء الظن هو الأفضل؟ على كل حال يكون ما يكون، قوله في الاستدلال ثالثا، ولا احنا مش هنا، احنا روحنا فين؟ وقد يقال على مذهب أصل الأحوال، وعد قلنا فتكون أجزاء الوجود عندهم من قبيل الأحوال، كما أن الوجود عندهم كذلك، الوجود نفسه كذلك، واضح يعني إيه كما أن الوجود عندهم كذلك؟ من يشرح العبارة دي؟ فتكون أجزاء الوجود عندهم من قبيل الأحوال، يعني لا هي بموجودة أي من حيث يجوز الكون، ولا هي بمعدومة أي من حيث الوجود الخارجي، فهمني؟ بل هي متصفة بالوجود وهي معدومة من حيث ولا مانع. طيب كما أن الوجود كذلك، يعني مش قلنا أنه هو من الموجود معقولات الثواني، وأنه ليس بموجود وجودا خارجيا ولكنه أمر ثابت، في حد ينكر وجود نفسه؟ كل واحد يميز بين الوجود والعدم إلا إذا سلم أنه هو لشيء معدوم، وفي الحالة دي لن نناقشه، خلاص وطلع نفسه من سباق الرئاسة. واضح يا سادة ولا مش واضح؟ فتكون أجزاء الوجود عندهم من قبيل الأحوال، كما أن الوجود عندهم لأنه من المعقولات الثواني، فهو من الثوابت، لا هي موجودة ولا هي معدوم. قوله في الاستدلال ثالثا، مش قلنا لك هو هاي ياخذ كل احتمالات، مش انت بتخيرني، انا مرة اختار كده ومرة اختار كده، وفي كل حالة بيقول لك ان ما زعمته ليس بلازم. قوله في الاستدلال ثالثا على نفي التركيب من الوجود، تتصف الأجزاء بوجود فاكر مع أو بعد أو قبل، يعني هناك علشان يبين البساطة قال يا سيدي الأجزاء دي هتتصف بالوجود قبل الكل، وجود الكل
أو معه أو بعده، وبين خطأ الثلاثة، لأن قبله ما هي حكاية استواء الجزء بالكل لو قلناها بكده، ومعه فكر، وبعده عشان يكون في كل لابد من وجود العناصر أولا، وكذلك لا يمكن أن تكون بعده لأن العناصر لابد أن تسبق، فلا ينفع قبله ولا ينفع معه ولا ينفع بعده. قال له لا، الكلام ده مش لازم ولا حاجة. تعالى قوله في الاستدلال ثالثا على نفس التركيب، يعني على بساطة الوجود، نحن ما زلنا مع أدلة القائلين بأمرين: الوجود ليس بديهيا بل هو كسبي، الوجود ليس بسيطا بل هو مركب. أكد مش دعوة الخصم مزدوجة. فهنا بنقول اهو قولك في نفي التركيب، لو انه هتاخد بقى بمسألة فترى الأجزاء دي اتصفت بالوجود مع التركب أو قبله أو بعده، هذا مبني على تمايز الجنس والفصل في الخارج. بيقول له الكلام بتاعك ده مش ملزم، لأن في خلاف بين العلماء، يا ترى الجنس والفصل دول متمايزان بعض. بتعرف الجنس والفصل كالحيوان والإنسان آسف كالحيوان وناطق، اللي هو تركيب الفصل مع الجنس يطلع ايه؟ النوع. فالقول بأن الجنس والفصل اللي هم أجزاء النوع، مش كده؟ حيوان ناطق، اللي هم أجزاء النوع، تمايزهما في الخارج أو في الذهن هي كل مسألة الجنسية والفصلية، وما يسمى بالكليات الخمس: جنس، فصل، نوع، خاصة عرض عام، خاصة ولا خاصة عرض عام، ماشي. فكل أولئك من المعقولات السواء، وفي حاجة في الخارج اسمها خاصة، في صفة تخص هذا، لكن في الكون شيء اسمه جنس أو نوع. دي النوعية دي معنى تشقه أنت من أفراد الإنسان إذا قارنتها بكائنات حية أخرى، كالسمكة، حيوان سابح، الحصان، حيوان إلى آخره. إنما ليس شيئا موجودا في الخارج. كل الكليات كما اتفقنا هي موجودات سواني، موجودات عقلية. فالمسألة ليس هناك القول بتمايز الجنس والفصل في الخارج، في الذهن نعم من حيث هي معقولات سواني، لكن في الخارج لا، مش شرط. فإذن القول بتقدمهما بالوجود الخارجي يعني على النوع لا يلزم، لأن الحد في المشهور إنما يتوقف على التركيب من الجنس والفصل. أنا أضفت هنا في الحتة دي علامة: وهما من الكليات الخمس التي وجودها ذهني. يبقى مش شرط أن تتمايز في الخارج، مش موجودة أصلا في الخارج، فضلا أن تتمايز، إنما تتمايز في الذهن لا غير، فلا قبل ولا بعد ولا مع. إذا رأيك مبني على تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما، لأن هو التقدم بزاي لابد يكون العناصر دي لوحظت قبل نشوء الكل، وتقدمهما بالوجود على النوع، على النوع صلح كلمة على النوع. هذا قولك هذا فيه آسف، وتقدمهما بالوجود على النوع فيه أي في الخارج برضه، واضح كلمة فيه إنما متقدمان في الخارج على النوع، لأن الحد في المشهور إنما يتوقف على التركيب من الجنس والفصل. تذكر بقى: وهما من الكليات الخمس التي وجودها ذهني فقط، على التركيب من الجنس والفصل لا من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود في الخارج، بل هي أجزاء متمايزة الوجود ذهنا فحسب.
صح الكلام ولا مش باين؟ ما انتش فاهم. شوف يا سيدي، بيقول إذا قلنا إن الوجود حقيقة مركبة وليست بسيطة، فأنت بتعترض علينا وتقول يا ترى الوجود ده لما يتركب من أجزائه بيكتسب معنى الوجود قبل التركب يعني، ولا أثناء التركب أو بعد التركب؟ ويقول كلها باطل. فهمتني؟ هذه المناقشة اللي فاتت قبل كده. بيقول له لا، مش شرط، لأن الأجزاء التي يتركب منها الكل، وهو يتركب من الوجود ده يتركب من إيه؟ كسائر الحقائق المعنوية بتعرف إزاي؟ بالحد القريب والفصل القريب، بالجنس القريب والفصل القريب، مش كده؟ مش ده أسلوب الحد التام؟ يبقى هو مبني على تميز الجنس عن الفصل، عن النوع، عن الخاصة، عن العرض العام، ماشي؟ لا، هذه الحقائق كلها لابد أن تتمايز، لكن خارجا أو ذهنا. المدعي اللي احنا بنناقشه بيقول خارجا، واحنا بنقول لا، يكفي التمايز الذهني. هو في شيء في الخارج اسمه جنس ولا فصل؟ في أصناف قدامك في الدنيا، لكن أنت اللي بتطلق عليه هذا المعنى. فالعملية كلها ذهنية. هل تفهم يا أخي؟ لا وجود للأجزاء في الخارج قبل الكل ولا معه، لأنها إذا دخلت فيه أخذت شكلا آخر، ولا يمكن أن يكون بعده، لأنه بالضرورة لازم أتركب الأشياء من أمور لا توجد إلا بعد وجوده. يعني وضح التناقض في هذا. إنما إحنا بنقول له لا وجود ولا تمايز بين الأشياء من جنس أو فصل أو نوع أو غيرها إلا في الذهن، وليس هناك تمايز خارجي. وهذا كاف في الشغل المنطقي، لأن فيه يعني على تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمها بالوجود على النوع فيه، أي في الخارج، لأن الحد في المشهور إنما يتوقف على التركيب من الجنس والفصل، وقد علم أنهما من الكليات الخمس، دي من عندي أنا، التي وجودها ذهني لا من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود في الخارج، في الشيء في الخارج. وهو أي تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه في الخارج يعني ممنوع، بل التمايز بينهما في الوجود وتقدمه على الفرع بحسابه إنما هو في الذهن فقط. واضح يا سادة؟ وكلام الشيخ السيالكوتي أيضا في هذا المقام كلام نفيس لا يتسع الوقت له، لكن يفيد أي واحد يقراه جدا. شوف يا سيدي، الواحد يقرأ لي إن نسختي ممسوحة، صفحة 100 دي ممحوة عندي. أنت عندك كويس يا شيخ؟ في واحد عنده نسخة أخرى يقرأ لنا عشان أصلح اللي عندي؟ أنا ما قدرتش أقرأ السطر الأول أو النص الأول من السطر الأول، والباقي صلحته، ممحو تماما عندي. أنت عندك نسخة كويسة متأخر؟ لا. طب انت جيت ليه؟ لا شوف فاضل، وحشتنا يا دكتور والله. الحمد لله على السلامة. ازاي فاضل؟ انت كنت في المحكمة؟ ازاي الحكم؟ مين ومين؟ طب العدل خد العدل والمبارك خد مؤبد، والستة المساعدين خدوا براءة، وجمال واخوه خدوا براءة. كما سيأتي تحقيقه. لا مش داو الكل، إنما هو في الذهن دون الخارجي، مش كده؟ نعم. استنى المصلح دون الخارجي. أنتم معايا ولا أنتم مشغولين بالميكروفون؟ دون الخارجي. معايا الأسود أحسن، الأسود أفضل. دون الخارجي كما سيأتي كده؟ نعم.
كما سيأتي كويس تحقيقه مش بين عندي خالص كما سيأتي تحقيقه أو نختار أنه لكن مر بنا أكثر من مرة إن الكليات كلها لا وجود لها إلا في ذهن إلا عند باز ابن اللي كان بيكلمني في الفلسفة الراجل اللي هو بتاع كلية اللغة العقليون يرون أن هناك وجودا للكليات تفهمني؟ ابحث عن ذلك اقرأ توفيق طويل كما سيأتي تحقيقه أو نختار أنه بين قوسين من المتن بين قوسين أو نختار أنه أنه هذا من المتن أو نختار أنه من المتن هذا بين قوسين أي جزء الوجود أي أجزاء أي جزء أنا صلحت غلط أي جزء الوجود أي جزء الوجود يتصف بالمعدوم نعم بين قوسين يتصف بالمعدوم من المتن واضح عندك جزء ولا أجزاء جزء أي جزء الوجود يتصف بالمعدوم أي بمفهوم المعدوم بل بالعدم بل بالعدم ولا يكون الوجود ولا يكون الوجود حينئذ الوجود حينئذ نعم ولا الوارد الوجود صلحت كذا من دماغي الوجود حينئذ محض العدمات شكرا لك هو بيقول بقى يا سيدي إن قد علمت أن التمايز بين هذه الأشياء ليس في الخارج وأن التمايز إنما هو مقصور على الذهن فقط وبعدين بيقول في الذهن فقط دون الخارج أي بدل كلمة فقط لكن صراحة فقط يعني إشارة دون الخارج كما سيأتي تحقيقه ليه لأنه هيجي يتكلم عن سائر الأمور العامة وهي كلها من قبيل الموجودات الذهنية وكل المقولات هي من قبيل الموجودات الذهنية ومن لا يقول بالوجود الذهني فالمقولات هذه مجرد ألفاظ اللي هو عليه المذهب الإسمي ولكن إذا كان في مقولات ولها وجود ذهني فأنت من أصحاب المذهب العقلي يا شيخ العربية خليك معاي مش عيدها لا يكون وبعدين بيقول أو نختاره خلاص فات الدهر أنه يعني أن جزء الوجود يتصف بالمعدوم ولا مانع من ذلك كما قلنا زي الحيطة أو الواحد من العشرة يعني هو معدوم من حيث هو جزء كل وكان موجود وجودا خارجيا منفردا صح أو نختار أنه أي جزء الوجود يتصف بالمعدوم أي بمفهوم المعدوم مش بالعدم بل بالعدم لا بالعدم بمفهوم المعدوم واخد بالك ولا يكون الموجود حينئذ ولا يترتب عليه عند مين عنده طبعة تانية فيها بمفهوم المعدوم بل بالعدم زي بعضه يتصف بالاثنين يعني ولكن يتصف بالعدم الخارجي لا بالعدم الذهني ولا يكون الوجود حينئذ محض العدمات بل محض الأعدام أو محض آسف محض المعدومات ولا شيء فيه الدواء ده قبل تركيبه أفراده كانت موجودة في الصيدلية لكن هو معدوم
وهذه الأفراد لما كانت موجودة قبل أن تركب ليست هي هي كما هي في الدواء، وهو كمعدوم، ولذلك المعدوم بل هؤلاء كمان العدم، لأن ما كانش حاجة. لا يكون الوجود حينئذ محض العدمات اللي انت غلوشت علينا بيها، فالشيء يبقى موصوف بنقيضه مش موصوف بنقيضه، محض العدمات حتى يكون محالا، بل محض معدومات. واضح يا سادة؟ محض معدومات، لأن لها وجود خارجي هو، لكن وجودها من حيث هي مكونة للدواء المركب هي معدومات. ولا يلزم إلا كون الوجود مركبا من أجزاء متصفة بنقيضه، وما فيش مان. الغلط واللي هو يستلزم التناقض وانقلاب الحقائق هو أن يوصف هو بنقيضه ويتكون من نقيضه، أما إن الأشياء اللي هو مركب منه توصف بنقيض ولا مان، دلنا هي فعلا كانت معدومة من حيث هي مكونة لدواء وإن كانت موجودة في الرف. ولا يلزم إلا كون الوجود، يعني وجود الدواء مثلا أو البيت أو العشرة، مركبا من أجزاء متصفة بنقيضه. أنا حطيت عليها علامة وكتبت على الهامش معاني ذهنية. ولا يلزم على هذا أن يكون الوجود موصوفا بأنه عدم أو أن يوصف بنقيضه، إنما كل ما يلزم عليه إن المركبات الأجزاء العناصر الداخلة في مفهوم الوجود الكلي ستكون موصوفة بالمعدومية ولا شيء فيه. وقلنا الغلط هو إن الشيء يحمل عليه حملة مواطأة نقيضه في المعنى، أدي الشيء اللي هو لا نقبله ويترتب عليه قلب الحقائق. وكذا كل مركب في الدنيا فإنه أجزاء موجودة خارجا معدومة من حيث النظر في المركب، والمركب نفسه معدوم، يعني معدوم في الخارج لكن موجود في الذهن. فإذا هذه المسألة نفسها غير واردة، الوجود لن يكون محض العدمات بل يكون محض معدومات، يعني معدومات من حيث هي كل لكن هي موجودة على الرف هيك أفراد متفرقة كخل وعسل، لكن سكنجبين ما جاش، وفي الغالب هي السقمونية. خل وعسل بيش معرفش للبطن للأمعاء ولا للمرارة، لأن اللي قالوا عليها أنها السقمونية قالوا مسهلة الصفراء يعني تفيد المرارة. فإذن لا 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 تناقض في هذا، الوجود محض معدومات لا محض عدمات. وكتبت الهامش الصغير اللي أنا أملته، وكذا كل مركب في العالم من أجزاء متمايزة الوجود في الخارج على الرف، مش في الشغل بتاع الصيدلي، متمايزة الوجود في الخارج، فإنه مركب من أجزاء متصفة بنقيضه. خذ مثال آخر غير السكنجبين والخل والعسل، فالعشرة مثلا محض أمور لا شيء منها بعشرة، ده الواحد ولا اثنين ولا الثلاثة ولا التسعة عشر، يعني الوحدات التي تركب منها العشرة، يعني مش ضروري التأنيث لأنه مركب مؤنث معنوي، الوحدات التي تركب أو تركبت من العشرة. على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله.
مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله. بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.